الاعتبار موضوع الحمامه وكيف الرئيس تحت المعرفه يعني الاتفاقيه ماشي عدم الرغبه في ضمن هو لم يشكر عملي ابدا لو عندنا هذه الاتفاقيه المساهمه الجماعات التي ستضاف مشكله ثانيا المبلغ المخصص في الاتفاقيه هو 22 مليون درهم كيفاش غادي شنو هو المبلغ المقترح في الاتفاقيه ثالثا مساهمه فرصه التمييز رقم 2 جدا باش نرجعو نفاوضو معاه ثاني باش نديرو في المساهمه ثانيا عمليا تعديل هذه الاتفاقيه هو تعطيل لها باش نفهمو وهذا التعطيل هو اللي كان تقدم بها اننا نكونوا ضد التعديل اتفاقيه تنجز ونديرو اتفاقيه اخرى باش هاد الجهات هادي تستافدو هذا هو الطرح ديالنا وحتى لا يقوم باي اتجاه وانا استفدت المناسبه لانه كان هناك من يروج وهو ينقل أطوار هذه الجلسة ويكتب في تدويناته بأن طرف معين ضد هذه الجماعة وكان يصدر الله يتفرع على بطاقة الصحافة ويشهر به المجلس ويشهر المشرف الجماعي ويمتزنا داخل الجلسة ومع ذلك بمسجعه مع الذين يخاوينا لدرجة ذلك شكرا جماعة شكرا جماعة شكرا جماعة تعديل السيد الرئيس هذه النقطة باش لأن فيها واحد النقص ماشي طلبنا بالتعليم ما قاله السيد زوري أنا نصرت ليه في الأخير يتعرض أعضاء مجلس الجهة من الناس المتحدة للسفر للابتزاز والسفر والشكل صرفتهم كأعضاء مجلس الجهة واتهامات مجانية ونعرف من يقف وراءهم وإلى شنو نزلوا لذاك المستوى ديال الدار القانون الناس دخلوا في الحبس الرسائل هادو هما المتحدين ها واحد من الناس اللي كيتكلم هادو هما السيد باش نصيب هذا كيتكلم على السيد الرئيس نحن في ضيافتك باش ما